طيب فقرتنا بقى دلوقتي الأخيرة، زي ما كريم نوه في البداية، هنتكلم عن كيفية توظيف واستغلال إمكانيات اللاعبين وكمان قدرتهم البدنية طبعا في ظل الضغوطات اللي بتكون موجودة للمباريات واللي شاهدناها الفترة الأخيرة، وطبعا فكرتنا إن احنا نعدي بدون إجهاد ليهم أو إن هم يتعرضوا لأي إصابات. هنتكلم في كل ده وإزاي ممكن يتم على أرض الواقع، ونشوف كده الموسم اللي احنا فيه والموسم اللي فات كمان، يعني احنا واجهنا قد إيه من الإصابات الخاصة بالإجهاد اللي كان للأسف الشديد للاعبين اللي برضه ما لهمش يد فيه. في الاول في الاخر ده بيبقى جدول. خلينا نرحب بدكتور احمد سالم، مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال السابق لمنتخب الاردن. صباح الخير يا دكتور. اهلا بك يا استاذ كريم، وسعيد بوجودي معاكم. ملف مهم. يعني فيما يتعلق بالعلم في الكوره هو حاجه تكنيكال شويه وحاجه كل يوم في جديد، وبالتالي احنا وبالذات لعيبه النادي الاهلي بصفه خاصه، لان طبعا بحكم ان هم لعيبه النادي الاهلي فهم قدرهم ان هم بيشاركوا تقريبا في كل البطولات اللي في اغلب الاحيان بتكون متعاقبه جدا، وبنشهد بموجبها حالات اجهاد ويمكن اعياء ملحوظه في كثير من الاحيان. ده هي دي فعلا حاجة، يعني بتتكلم في جزئيه ما تلمسهاش غير في النادي الاهلي كتير. حتى في البطولات المجمعه لو انت حضرتك بصيت على منتخب مصر في كاس الامم الاخيره دي، هتبص تلاقي لعيبه النادي الاهلي كيس مختلف في الحمل البدني. لو قست الفي او 2 ماكس هتلاقيه حاجه ثانيه، لو قست اللاكتيك اسيد على العضله هتلاقيه حاجه ثانيه، لو قست اي جهد بدني بيعملوه هتلاقيه حاجه ثانيه. فيما يتعلق بلعيبه النادي الاهلي، اول لعيب اجهادا في المنتخب لعيب النادي الاهلي. يعني انا بكلمك الكلام ده بارقام، يعني احصاء. أول لعيب بيتعب وبيصاب في منتخب مصر هو لعيب النادي الأهلي، والذي يضار من منتخب مصر، بس هو مش ضرر، ضرر محمود يعني، هو لعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي. طب تحميل زيادة عليه. فطبعا أنت النهاردة بص لقيت 7-8 لعيبة مع منتخب مصر هيركبوا الطيارة، يرجعوا القاهرة عشان يركبوا الطيارة ويروحوا الإمارات عشان يشاركوا في كأس عالم أندية، والنادي الأهلي جمهور النادي الأهلي ما عندوش رحمة في البطولات، مستني الناس دي كلها على منصة التتويج قبل تشيلسي. طبعا. فبتبقى معادلة صعبة شوية، إنما التحضير ليها لو هو في إطار علمي، لو هو في إطار احترافي كتير زي أوروبا، فأنت الكلام ده ممكن تتجنب إنك تحس بيه بنسبة 100%. ما هي دي النقطة.